لاندي 125، نغير له زيت، هذا الزيت اللي بده يتركه. هورس 10-40، في عزا هيدي اللي بدنا نفكها 14. نفتح الغطاء حتى ما تضغط. هنا تأكدنا نفضي الزيت على الأخير، نطمن من العزقة نشدها مزبوط حتى ما تفلت. هلا بنعبي الزيت. ان شاء الله بصير كل من الدراجة حدا ما بيعرف غيار الزيت بنحطه لكم على اليوتيوب ان شاء الله. تابعونا، يعطيكم العافية.